بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم بنات الزلف الأخوات، مرحبا بكم في القناة تاعي وتاعكم أم فاطمة مشال. اليوم عندنا وصفة تاع بريوش بالياوت، بريوش بالياوت، فوالا الياوت يعني هذا كما راكم تشوفوا الياوت تاع الفرك، فوالا بالذوق فاني زبادي، بالذوق فاني بريوش تاعنا يعني بالزبادي بالذوق فاني. عندي بالنسبة للمقادير الآخرين عندي حبة تاع البيض كاملة فوالا تكون درجة الحرارة المطبخ، عندي حوالي ملعقة عندي ملعقة كبيرة تاع لوزيست فوالا أو مبشور حبة قارص، عندي هنا ملعقة كبيرة تاع خمارة تاع الخبز، ملعقة صغيرة تاع خمارة تاع الحلوى، قلت خمارة ماشي خمارة خمارة تاع الحلوى. عندي يعني جوج كيلات هادو، حنا نكيل بهاد الكيلات تاع الياوت هادو ولا علب هادو تاع حليب يكون دافي. عندي كيله وحده تاع الزيت، يعني كيله وحده من هادو حنكيل بهادو تاع الزيت، كيله وحده تاع السكر. نروحو لطريقه التحضير. نجيبو الغوسيبير تاعنا فوالا كما راكم تشوفوا، نفرغوا هذاك الياوت ولا الزبادي فوالا. انتي غير عندك هذوك العلب كبار يعني استعملي وحده، هنا عندي علب صغار يعني حنستعمل زوج فوالا، حنسحق وحده نكيل بها. هنا هذيك الخماره تاعنا نسبقوا فيها نفرغوها، هنا على حبوباتي حنفرغوا كيله وحده هنا هذه الخمارة، هذه نخلوها على جهة الريح قبل ما نبدأ المقادير تاعنا. فوالا حبوباتي نخلطوها شوية ونخلوها على جهة الريح حوالي 3 دقائق. فوالا حبوباتي حنكملوا باقي المقادير، حنديروا هنا 2 كيلات قلنا تاع حليب فوالا، يعني نتحصلوا هنا خصتني شوية، حنزيد شوية نعاود نرجع لكم. فوالا حبوباتي زدت عمرت هذيك الكيله فوالا، عفوا نفرغ هذيك الحبه تاع البيض، حبه بيض تكون كامله وبدرجه الحراره المطبخ. عفوا ديروا كيله تاع الزيت نتوما، كيله يعني العلبه اللي بديتو بها كيلو بها، اللي درتوها يعني في العلبه تاع الياوت كملوا كيلو بها فوالا، يعني يعني البريوش هذا بزاف ساهل، يعني سهل التحضير. حنفرغوا كيله تاع السكر على حبوباتي، نخلط كامل هذو المقادير يعني بالخلاط اليدوي. على حبوباتي بعد ما خلطنا كامل هذوك المكونات مع بعض نضيفوا هذاك لوزيست ولا مبشور حبه قارص. على حبوباتي نكملوا نخلطوا المقادير تاعنا. على حبوباتي حبوباتي ما ننساوش قرصه تاع الملح، يعني قرصه خفيفه فوالا على هنا. نجيبو هذيك الخمارة تاعنا اللي خليناها تريح حوالي دقيقتين، على حبوباتي كيما راكم تشوفو نفرغوها الخليط تاعنا. نجيبو هذيك الفرينة تاعنا، فرينة حسب الحاجة فوالا، نفرغو هذيك الفرينة تاعنا تدريجيا. بلا ما ننساو هذيك الخمارة نجيب ملعقة صغيرة نعاود نرجع ليكم. حبوباتي قلنا ملعقة صغيرة تاع خمارة تاع الخبز، هنا كان عندي يعني
قسم العاقة حبيباتي نكملو نخلطو يعني بالخلاط اليدوي، يعني عملية جد سهلة بالبريش، يعني ثمثم توجدي ما يسحقش يعني مجهود كبير. سهل التحضير مرحبا بتي. نكملو الفرينة تاعنا، يعني نخلطو يعني نحركو بالخلاط اليدوي هذا حتى يعني ترجع العجينة تاعنا يعني متماسكة، نستعملو يدينا من بعد ان شاء الله. خليكم معايا حبيباتي مرحبا بتي. هنا نحي الفوي تاعي فوالا راكم تشوفو، هنا بدا الخليط تاعي ثقال، نزيد الفرينة مرحبا بتي. نكمل يعني نلين العجين تاعي بيدي هي كما راكم تشوفو، العجين تاعنا ما لازمش يجينا يعني متماسك، لازم يجينا شوية تلصق في اليد. محبوبتي كما راكم تشوفو كما قلت لكم، لازم العجين تاعنا يجي شوية يتلاصق فوالا باه يجي البريش تاعنا ناجح، يجينا خفيف. محبوبتي نكمل لين كامل العجين تاعي نعاود نرجع لكم ان شاء الله. خليكم معايا مرحبا بعدي. كما راكم تشوفوا العجين تاعي مازال راه يتلاصق فوالا، لازم يعني نبقى ندير فيه هكا يعني نعجنو بصبعتي حتى يتلامن يتلاين نلمو كامل العجين تاعي مرحبا بعدي. ريشة وسيبيو تاعي محبوباتي كما راكم تشوفو العجين تاعي يعني وصل لمرحلة يعني وين نخلوه يخمر محبوباتي. محبوباتي بعد ما لينا كامل هذاك العجين لازم ندخلو يعني هذيك الفرينة يعني ندخلوها الداخل، يعني تعجني حوالي دقيقتين فوالا. هنا ندير شويه تاع الزيت ونخلي العجين تاعي يتخمر، يعني نحاول نلبس كامل هذاك العجين تاعي بالزيت فوالا راكي تشوفي. نغطي لوغسبيو تاعي ولا يعني الاناء تاعي ونخلي العجين تاعي يخمر حوالي 10 دقائق حتى لربع ساعه، لازم يعني تضاعف الحجم تاعو فوالا. نعاود نرجع لكم ان شاء الله نكملوا باقي المراحل. خليكم معايا فوالا حبوباتي. العجين تاعي بعد ما تضاعف الحجم تاعو كما راكم تشوفوا، حاب نخرج له هذاك الغاز فوالا دي غازي، نخرج له هذيك الغازات كما راكم تشوفوا. بالنسبه يعني المكون اللي نحشي به هذا العجين هذا يعني الشيكولا، حنحشي يعني البريوش تاعي بالشيكولا فوالا كما راكم تشوفوا. اي شيكولا اللي موجوده عندكم استعملوها حتى تاع العلب فوالا استعملوها. هنا عندي صفر تاع البيض ضفت عليه ملعقه زوج معالق كبار تاع الحليب، ملعقه تاع الخل فوالا تاع الفينيغ فوالا حبوباتي. فوالا نكمل العجين تاعي يعني نقرصوهم يعني قطع صغار فوالا حبوباتي. السنيوة تاعي دهنتها بالزيت رشيتها بالفارينة فوالا حبوباتي كما راكم تشوفوا. هنديرو يعني بولة هكا كما راكم تشوفوا، هندير قطعة تاع الشيكولا الداخل فوالا، نحاول يعني نغلقها
نحطها في السنيوة. لا نزيد واحدة قدامكم محبوباتي، ديري قطعة تاع الشيكولا الداخل، حاولي غلقيها هاك كيما راكي تشوفي الشكل هذا محبوباتي، يعني عملية جد سهلة صدقوني. هذا البريوش هذا ما يديكمش كامل الوقت، عنده الوقت في التخمير، هذا ما كان يعني عنده قص ربع ساعة في التخمير محبوباتي. هلا نكمل كامل هذه الكمية يعني بنفس العمل، نعاود نرجع لكم حبوباتي نكملوا باقي المراحل، خليكم معي. فوالا حبوباتي بعد ما قطعتهم يعني درت لهم يعني فخسيتهم بالشيكولا كما راكم تشوفوا. هلا في هذه المرحلة هذه نغطيهم نخليهم يعاود يخمروا حوالي 10 دقائق. هلا من بعد نجي بعد ما يخمروا ان شاء الله نديرهم البيض تاعنا، خليكم معايا حبوباتي نكملوا باقي المراحل. عفوا حبوباتي انا في هذه المرحله هذه قبل ما يخمر العجين تاعنا شعلت الفرن تاعي حوالي درجه الحراره حوالي 180 درجه. فوالا من بعد ما يسخن الفرن تاعي العجين تاعي البريوش تاعي يخمر نعاود نرجع لكم ان شاء الله، خليكم معايا. فوالا حبوباتي البريوش تاعي بعد ما تضاعف الحجم تاعو مره ثانيه، فوالا يعني الاول يعني الخميره الاولى خليناها تخمر يعني في الريسيبيون ولا في الباسينه، يعني الخميره الثانيه يعني بعد ما قرصناهم المرحله هذه نديروا هذاك الخليط تاع الصفر تاع البيض والخل والحليب. فوالا مرحبا بحبيباتي معكم تشوفوا. هلا نكمل كامل ندهن البريوش تاعي نعاود نرجع لكم ان شاء الله. فوالا حبوباتي بعد ما دهنتو كامل بهذاك الخليط البيض وكما قلت لكم الخل والحليب، فوالا كما راكم تشوفوا هذه المرحله هذه عفوا ندخلوا الفوق تاعي كما قلت لكم يعني درجه الحراره 180، يعني الوقت الطهي تاعو حوالي ربع ساعة فقط. بعد ما يتم من تحت يعني نشعل عليه من الفوق يحمرنا غير شوية يحمر غير شوية يكون واجد معايا ان شاء الله، حنوريه لكم ان شاء الله بعد ما يوجد، خليكم معايا. شوفوا البنات البريش تاعنا كيف تنفخ داخل الفوق تاعنا ولا داخل الكوشة، شوفوا فوالا حبوباتي البريوش تاعي بعد ما وجد بالشكل هذا كما راكم تشوفوا. انا كيما تعودت عليا حاجه اللي تكون فيها البيض لازم نحمرها بالشكل هذا، اذا ما شتهاش حمرها هكا ما ناكلهاش. فوالا هذا هو البريوش تاعي، فوالا هنا مازال راه سخون. فوالا حبوباتي كيما قلت لكم البريوش تاعي بعد ما خليته برد نطليه كامل يعني بالمربى فوالا كما راكم تشوفوا، يعني التزيين يرجع لكم كما حبيتوا. وانا هنا نطليه كامل بالمربى نرش عليه شويه تاع السكر بودره ولا سكر كلاص والنص ندير له كاوكاو ايفيل. حبوباتي يعني كما قلت لكم التزيين يرجع لكم نتوما. حبوباتي نكمل نطلي كامل البريوش تاعي ونعاود نرجع لكم حبوباتي. قبل ما ندير له يعني السكر كلاص ولا السكر بودره حنحاول نحيهم منا. فوالا شوفوا البريوش تاعنا كيف جا، انا من الفوق نحمره ومن التحت نخليه هكاك. فوالا كما راكم تشوفوا نديرهم في صحن التقديم ونرش عليهم شيه كاوكاو ايفيلي وسكر كلاص. هاو حبوباتي كيما راكم تشوفوا هاو نكمل نحيهم كامل نعاود نرجع لكم حبوباتي.
فوالا حبوباتي البريوش تاعي بعد ما زينته بالشكل هذا كما راكم تشوفوا، درت النص بالسكر بودره ولا سكر غلاس، النص بكاوكاو ايفيلي كما راكم تشوفوا حبوباتي. فوالا صدقوني جا فيه واحد الذوق رائع رائع. هذاك هذاك يعني الزبادي اللي استعملناه ولا الياوط عطى له واحد الذوق رائع. فوالا حبوباتي يعني كميه بسيطه وتصنعي احلى بريوش في دارك. فوالا كما راكي تشوفي. الو هذه هي وصفه تاعنا تاع اليوم، نتمنى تنال الاعجاب تاعكم حبوباتي، نتمنى تجربوها اكيد رايحه تعجبكم. ما تنسوش حبيباتي تدعموني يعني تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ديروا لايك، تبارطاجيو لي فيديو تاعي مع احبابكم والاصدقاء تاعكم. مع السلامه حبوباتي.